السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله انا طبعا هجرب العجان معاكم بناء على رغبة ناس كتير سألتني عنه وسألتني اذا كان كويس ولا لا. في الحقيقة انا من ساعة ما اشتريته وانا ما اشتغلتش عليه غير مرة واحدة بس، وكانت المرة دي كنت مسافرة، فكنت بشتغل باستعجال وطبعا ما قدرتش اقيمه كويس. النهاردة قلت اعمل طبعا معاكم القرص الفلاحي بالرغم من اني عملتها قبل كده، بس قلت اجربها وكمان علشان اقدر احكم كويس على العجان، وريت انتوا كمان تحكموا معايا عليه ان شاء الله. انا النهاردة هعمل 2 كيلو دقيق، عليهم 3 كوبايات من اللبن، طبعا اول لبن الرايب او 3 كوبايات معيارية من الزبادي. طبعا انا معايا لبن او حليب، حطيت عليه علشان اخسره واخليه رايب، حطيت عليه حوالي معلقة كبيرة من الخل، ومع هاخد معلقة ونص من الخميرة الفورية، معايا اقل من نص كوباية سكر، وطبعا السمسم اختياري ورشة ملح، ومعايا كوباية ونص من السمنة البلدي، وهاخد نص كوباية من الزيت، طبعا يكون زيت ذرة او زيت عباد الشمس بس يكون نضيف، وهنعمله طبعا مع بعض بحشوات مختلفة هتشوفوها معايا. اول حاجة طبعا بعملها ان انا بنخل الدقيق بتاعي، طبعا عشان في ناس برضو بتسألني على نوع الدقيق اللي انا بستعمله، ده دقيق التموين عادي جدا انا جايباه من الجمعية وبستعمله. وكمان انا كان عندي قشطة من وش اللبن اللي انا اخدته دلوقتي، فهحطها برضو معاهم عشان اعلي معايا التست. عندك كمان لبن بودر عايزة تحطي برضو حطي براحتك، هيديها طعم حلو جدا، بس انا اكتفيت بكده. وزي ما انتم شايفين بنخل طبعا الدقيق كويس جدا، الدقيق نضيف جدا ومفيهوش اي حاجة، ونوع ممتاز جدا جدا بصراحة، يعني بصراحة بيعجبني جدا و دايما بستعمله في الفطير بقى في اي حاجه، بس اعمل نوع الدقيق ده. بعد ما نخلته حطيت نص معلقه صغيره من الملح، وحطيت معلقه ونص من الخميره الفوريه، وهحط طبعا السكر زي ما انتم شايفين كده. هقلب اول حاجه المواد الجافه مع بعض، وبعد كده هنزل بيها في العجين. وطبعا بالنسبة للخميرة، لو الخميرة بتاعتك انت مش واثقة منها اعملي لها تيست الاول، حطيها طبعا في حاجة وحطي عليها كمية من معلقة سكر وكمية من المية الدافية او اللبن الدافي، وسيبيها طبعا وشوفيها هتفور معاكي ولا لا. لكن انا طبعا بستعمل نوع نضيف جدا، هبقى ان شاء الله اقول لكم عليه برضو، فما شاء الله بيعمل شغل معايا حلو جدا. انا بفضل احطه على الدقيق مباشرة لانه بيفور طبعا فوران مش طبيعي. يعني حطيت كده كمية من السمسم، تقدري تزودي تنقصي، تقدري ما تحطيش اصلا، بس انا بحب جدا السمسم لان هو غير ان هو بيديها طعم حلو جدا، هو قيمته الغذائية عالية جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده حسيت كمان كمية السمسم مش اللي هي اللي انا عايزاها، حطيت تاني معلقتين وببدأ اقلب المكونات الجافة كده زي ما انتم شايفين مع بعض. وبعد ما قلبت كل المواد الجافة مع بعض هجيب كده الحلة بتاعت العجان وهنزل بالمواد الجافة اللي انا قلبتها. وهنزل عليهم بالكوباية ونص من السمنة ونص كوباية من الزيت، وانا هنا استعملت الزيت الذرة. تقدري طبعا تعملي نص الكمية او نص كيلو بس من الدقيق. انا عملت 2 كيلو طبعا علشان اجرب العجين اولا، وثانيا لان طبعا انا كنت محتاجة الكمية دي تفضل في البيت. طبعا ميزة القرص الفلاحي او القرص الطرية انك ممكن تحطيها جدا في الفريزر وتطلعيها تسخنيها وكأنك لسه عاملاها حالا، فهتوفر عليكي وقت ومجهود. يعني لما تعملي حاجة اعمليها مرة واحدة، وممكن تكيسيها وتشيليها في الفريزر عندك،
وتطلعيها وقت اللزوم. فحلوة جدا طبعا لو فطار او عشاء، هتوفر معاكي وقت وهتوفر معاكي مجهود، وهتبقى حاجة موجودة عندك سهلة، او تسخنيها وتتعشوا بيها مع طبعا كوباية لبن او شاي او نسكافيه على حسب الرغبة. انا زي ما انتم شايفين كده نزلت بكمية القشطة بتاعتي، هي حوالي 2 معلقة كبار، وببدأ اعجن كده قبل ما احط المواد السائلة بتاعتي او اللبن او الحليب. و2 كيلو دي اخدوا معايا حوالي 3 كوبايات من اللبن او من المجات العادية بتاعت الشاي، او حوالي 750 من 700 750 ملي من اللبن او الحليب. وطبعا لحد دلوقتي العجان ماشي كويس جدا جدا، ومفيش اي فيه اي مشكلة. المشكلة الوحيدة اللي واجهتني فيه ان طبعا على سرعة قليلة حلو جدا، شغال حلو جدا على سرعة من اول سرعة 2، هو فيه 6 سرعات من اول 2. زي ما انتم شايفين سرعة الاهتزاز جامدة جدا جدا، يعني لدرجة ان هي كانت، انا طبعا بشتغل على السفرة، وهنا كانت قاعدة بتذاكر في الكرسي اللي قصادي، الحاجة كانت بتقع في الارض، فكانت قوة الاهتزاز عالية جدا جدا، يعني زي ما انتم شفتوا معايا. هو ده بس العيب الوحيد، لكن هو قوة العجن مطلع العجينة بصراحة ما احتجتش حتى ان انا اقلبها، كانت تحفة جدا جدا جدا. احنا طبعا عارفين ان كل حاجة لازم يبقى فيها عيب او اي حاجة، يعني انا ما عندي مولونيكس في قوة اهتزاز برضو بس مش عالية قوي كده، بس يمكن علشان هو الساعة بتاعته صغيرة فمش واضح قوي، بس هو ده العيب الوحيد بالنسبة للناس اللي عايزة تعرف رأيي في العجين. لكن هو طلع العجين مخدوم حلو جدا، ممتاز بصراحة، عجبني جدا. وهنبدأ لحد طبعا ما العجينة تخمر معانا نجهز الحشوات اللي هنحشيها. اول حاجة معايا بولة فيها معلقة من السكر ومعلقتين من القرفة البودر، وحطيت معلقة صغيرة من الزيت، او يكون طبعا زيت نضيف عباد الشمس او زيت ذرة. تقدري تستبدلي الزيت بزبدة او بسمنة. وبقلبهم كده كويس مع بعض زي ما انتم شايفين. وتاني حشوة معايا، طبعا كان معايا في التلاجة شوية من العجوة اللي انا كنت عاملة بيها قبل كده قرص، وطبعا شلت اللي فضل مني في التلاجة. حامل بقى تالت حشوة معاكم ان شاء الله. معايا قطعة جبنة قريش، وحطيت عليها 2 معلقة من او قطعة صغيرة اصغر منها من الجبنة القديمة. طبعا الجبنة القريش اللي معايا ما فيهاش ملح نهائي طبعا، والجبنة القديمة جبنة نوع ممتاز جدا بصراحة، مش اللي هي الحدوقية الجامدة، حدوقيتها معقولة، فالاتنين وزنوا بعض. زي ما انتوا شايفين كده بقى هحط عليهم شبت، انا بحب احط جدا جدا الشبت في كل حاجة. الشبت من الخضرة العطرية اللي بتدي طعم ومذاق كده حلو جدا، وريحتها تحفة، وكمان قيمتها الغذائية عالية جدا. الشبت ليه فوائد كتير جدا جدا، طبعا لو قعدت قلتها لكم فالفيديو مش هيخلص. زي ما انتوا شايفين عملت 3 حشوات. وبعد كده طبعا لقيت ان العجين كتير معايا، فحطيت جبنه بيضه كمان، وتقدري تحطي بسطرمه، وعملت جزء ساده، فتقدري تحطي الحشوه اللي تريحك. ودي بتغنيكي عن انك انت تعملي سندوتشات مثلا او حاجه زي كده. ببدأ كده اكور بايدي. طبعا انا عملت بطريقة عشوائية، مش لازم تبقى الكور كلها قد بعض، يعني بحاول على قد ما اقدر ان هي تبقى قد بعض، بس طبعا احنا اللي هناكلها فمش فارقة، لكن لو انت عاملاها مشروع هتربحي منه يبقى الافضل يكون عندك ميزان وتعملي كل قطعة قد التانية بالظبط بالميزان. بصوا العجينة بجد، العجينة انا مكنتش عايزة اصلا ادخلها الفرن من جمالها، من طراوتها ومن جمالها، كانت حلوة جدا وروعة جدا جدا. تقدري كمان تفرديها تروليها وتقطعيها بالسكينة كده، وكل قطعة تبقى قد التانية، بس انا فضلت اعملها كده بسرعة طبعا وبطريقة عشوائية، لان زي ما قلت لكم احنا اللي هناكل القرص، مش لازم بقى واحدة كبيرة واحدة صغيرة، مش فارقة.
وطبعا زي ما قلت لكم الخميرة بتاعتي خميرة ممتازة جدا، فما اخدتش في الخمر اكتر من 10 دقايق بس. طبعا احنا بنكورها كده وهنسيبها تخمر للمرة التانية، ونبدأ ان احنا نحشيها ونفردها في الصينية فردة بسيطة كده، يعني حوالي نص سنتي ولا حاجة، لان هي لسه هتعلى معاكي في الفرن، وهتبقى طبعا كده سمكها معقول جدا عشان كمان ما تبقاش ناشفة معاكي ولا طرية قوي زيادة عن اللزوم. بغطي بقى طبعا الجزء العجين اللي فاضل، لان انا بدأت اخد جزء جزء بس، وهحط طبعا في الصينية بتاعتي كورة كورة زي ما انتوا شايفين، بعد ما احشيها الحشوة اللي انا عايزاها. انا طبعا اول صينية دي حشيتها حشوات كلها المختلفة، علشان طبعا دي كانت اول صينية، بتبقى تجربة طبعا، بيبقوا قاعدين مستنيين النتيجة وكلهم عايزين يدوقوا، فبعمل لهم كل الحشوات بحيث ان هم طبعا ياكلوا على بال ما انا اخلص الباقي، ما يبقوش واقفين لي بقى وكده ويقولوا لي خلصي ويوتروني يعني. وطبعا احنا لما بنيجي نحشي القرصة بناخد من اول حاجة احنا عملناها او كورناها لتاني حاجة وهكذا لحد ما نوصل لاخر قرصاية. طبعا انا دخلها الفرن لازم يكون مسخناه الاول، فانا طبعا سخنت الفرن على درجة حرارة 210، عندك لحد 220 تسخني الفرن بتاعك، وكمان تدخليها على نفس درجة الحرارة. هتاخد معاكي، هي اول صينية بتغيب شوية علشان طبعا بيكون الفرن لسه ما اشتغلش قوي، بعد كده ما بتاخدش اكتر من 10 دقايق، يعني كل صينية بتاخد اكتر، ما بتاخدش اكتر من 10 دقايق بس. بنقلها كده في صينية الفرن لان اول قرصة كانت كبيرة شوية، وطبعا هي لسه هتفرد في الفرن معايا، فنقلتها في صينية الفرن علشان تبقى طبعا ايه تاخد الحجم كله زي ما انتوا شايفين. علوها ما بيزيدش عن نص سنتي بس، عشان طبعا تبقى مستوية من جوه ومن بره وتاخد اللون الحلو اللي انتوا هتشوفوه. زي ما انتوا شايفين كده القرص لما طلعت من الفرن لونها تحفة جدا، درجة التسوية هايلة زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله طرية جدا وهشة جدا جدا. انا بوريكم بقى العجوة والجبنة وكل حاجة عشان تبقوا شفتوها. والصينية التانية اهي كمان، بصوا يعني بجد كانت تحفة جدا جدا. اتمنى طبعا ان انتوا تجربوا الوصفة، واسفة جدا على الاطالة بالنسبة للفيديو، بس انا حبيت ان انا اقول لكم الحاجة كلها من الالف للياء يعني. وهنا انا بحط جبنة ملح خفيف. تقدري طبعا تبدعي في الحشوة بتاعتك بعد ما تطلع من الفرن، الصينية نغطيها علشان القرص بتاعتنا ما تبقاش ناشفة وتطرى معانا. كده انا خلصت كل الحشوات وكل الفيديو معاكم، وطبعا عندي علبة محكمة الغلق هحط فيها القرص، تقدري طبعا تكيسيها وتحطي على حسب العدد اللي يعجبك في كيس، وتحطيه في الفريزر زي ما قلتلك وتطلعيه تسخنيه، هيبقى سهل جدا. اتمنى ان فيديو النهاردة يكون عجبكم، وما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير، والأول مرة يشوف القناة ما ينساش يعمل سبسكرايب ولايك ويدوس على زر الجرس على كلمة قول عشان يوصلوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.